موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، حياكم الله. قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن مقاتليهم تقدموا من 3 محاور في حي 700. المركز أوضح أن اشتباكات مباشرة خاضها مقاتلو العملية مع أفراد تنظيم الدولة المتحصنين وسط النساء والأطفال بحسب المركز، ومضيفا أن التنظيم استخدم قذائف الهاون في محاولة لإبطاء تقدم قوات البنيان داخل الحي الجامع. قال مصدر من غرفة عمليات تحرير جدابية أن 2 فقط هي حصيلة الشهداء منذ انطلاق عملية تحرير المدينة. وأوضح المصدر أن أحد الشهداء قضى برصاصة في الرأس، والآخر نتيجة إصابته بشظايا قصف طيران تابع لميليشيات حفتر، ومضيفا أنه أصيب 6 من قوات الغرفة خلال 2 يومين الماضيين إصابتهم متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة. وفي بنغازي، حيث تجددت الاشتباكات بالمحور الغربي بين مجلس شورى ثوار بنغازي وميليشيات حفتر بحسب مصدر من المجلس. المصدر أوضح أن ميليشيات حفتر كثفت قصفها بالمدفعية الثقيلة والبراميل المتفجرة على محور عمارة جاريونس، ومؤكدا أن مقاتلي المجلس يحافظون على تمركزاتهم بالمحور. كما أضاف المصدر أن الكتيبة 204 دبابات وكتيبة الصاعقة جددتا محاولة التقدم وسيطر على شارع الشجر بمحور الورشة. وأخيرا، أعلن مصرف الصحاري عن إغلاق جميع فروعه وإداراته ابتداء من اليوم الخميس الموافق 23 من يوليو 2016. المصرف عبر موقعه الرسمي أوضح أن سبب الإقفال هو احتجاج على قيام إحدى الكتائب بخطف موظفين من أعضاء لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في قضية سرقة 7 ملايين دينار من خزينة منطقة سبها لمصرف الصحاري بحسب وصف البيان الصادر من المصرف. إلى اللقاء.